جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت لا أعتقد أن هناك قولا أو عملا يسمى بدعة، حتى عرفت ذلك من خلال القراءة ومن خلال سماع ومن خلال مجالسة لأهل الخير. هل أكون آثما فيما كنت أعتقد؟ إذا كنت جاهلا بهذا الأمر فإنك لا تؤاخذ، الحمد لله الحمد لله. معناه أمن الله عليك بالعلم ومعرفة الحق، عليك بالثبات على ذلك، الله. وسؤال الله الثبات على الدين، فهذا هو واجبك. احمد الله على معرفة الحق. نعم.